الزميل محمد الشرقاوي في المصري اليوم وفي قناة الحدث وقتها لبرنامج نادي الزمالك، نشوف كان شايف الأهلي إزاي وقتها. نشوف التدعيمات اللي الأهلي جابها، ما أعتقدش إن هي التدعيمات بالشكل المطلوب تتعمل، هي تدعيمات بس لمجرد إرضاء الجماهير وإرضاء السوشيال. رمضان صبحي مش صفقة كبيرة من وجهة نظرك؟ رمضان صبحي هيكلف النادي الأهلي في كل مباراة مليون جنيه، وفي الاخر برضه مش هياخدوا الدوري. وان النهارده التعادل اسعد طبعا جماهير نادي الزمالك واحزن جماهير النادي الاهلي، لان طبعا النادي الاهلي بينظر الى بطوله الدوري ان هو منافس اول. لا لا صحيح. للزمالك يعني يسعد حامل اللقب. لا ما يسعدش الزمالك، الاهلي في المنطقه الدافئه في جدول المسابقه. انا شخصيا بنتهز المناسبه دي، ويعني الحمد لله الاهلي كده مش هيسرع على الهبوط. يعني الاهلي في المنطقه الدافئه، المنطقه الدافئه يعني يكسب ماتش، يتعادل ماتش، يخسر ماتش، يعني هو هيفضل في الجزئيه دي. سيد عبد الحفيظ مش شايف كده، سيد عبد الحفيظ قال في النهايه هنشوف مين اللي هياخد الدوري. هو كابتن سيد عبد الحفيظ من حقه ان هو يدي تفاؤل ويدي جرعات امل للعيبه بتاعته. ولكن الواقع دلوقتي بيقول ان النادي الاهلي في المنطقه الدافئه في المركز السادس. فاعتقد ان الاهلي موجود في المنطقه دي، والحمد لله وامن نفسه عشان غالبا ان شاء الله ما يهبطش ان شاء الله باذن الله. انا عايز اقول له، هو انت جدع، انت ازاي كنت بتستحل وجودك في النادي الاهلي؟ ايه حجم المشاعر اللي عندك دي؟ لا بس انت مش غلطان. ازاي رئيس النادي الاهلي كان يثق في ان حضرتك تكون اعلامي تمثل النادي الاهلي واحد المقربين له؟ مش لوحدك للاسف الشديد يعني. ازاي انت كنت عايش جوه قناه النادي الاهلي وانت تضمر كل هذا الكره للنادي الاهلي وبتسخر قوي وعامل نفسك يعني مش هيهبط باذن الله ومش مش عارف ايه والاهلي وصفقات يناير؟ شوف السم في العسل، ده الشغل اللي كان بيكمله هو هنا. ان يشكك بقى في الاداره بقى. الصفقات اللي جابها دي صفقات سياسيه مش صفقات فنيه. وسيد عبد الحفيظ يقول اللي يقوله، بس هو باذن الله مش هيهبط. يعني الحقيقه يمكن اذا كان في ميزه لفوز النادي الاهلي بالدوري العام انه يسقط القناع عن كل هؤلاء.